اكو مقالة يعجبني هواي ترجعون لي هاي المقالة. طبعا انا طابع الكتابة شكل ولا هو مقالة. شنو اسم المقالة؟ التفتوا لي جاي العزة اللي هاليوم يريدون يراجعون مقالة مولانا لا تتجاوز 10 صفحات. بعد خد لا عندكم وقت تطالعوها. تعطيل المادة احد الجوازات النظرية لانطلاق المنظومة الحداثية. محسن المحمدي باحث مغربي. فقط خلاصة المقالة انا اقرأ لك اياها. هذه خلاصة المقال. اثر العلوم الطبيعية على الرؤية الكونية. اذا انت نظريتك في المادة او الفيزياء مولانا ما قبل نيوتن شكل تفسر العالم. اذا نيوتن شكل تفسر العالم. اذا نظرية الكم شكل تفسر العالم. اذا نظرية النسبية لإينشتاين شكل تفسر. هسه شنو علاقة؟ لانه هاي النظريات مؤثرة. ولهذا اذا يتذكر الاعزاء في كتاب إشكالية التحيز تذكرون أعزائي إشكالية التحيز مرارا أشرنا إليه. انظروا تعالوا تعالوا معنا إلى ما عندي شغل الآن كذا. يقول العلوم الطبيعية والانحياز فيها. يقول العالم الطبيعي إذا نظريته فلان شيء عن الرؤية الكونية شكل يفسر الظاهرة. إذا كان إلهي شكل ماذا يفسر؟ لماذا؟ شنو الواقع الطبيعي يختلف؟ يقول لا، لأن عملية فهم الواقع الطبيعي تركيبة العالم جزء من عملية الفهم. ثقافته رؤيته مبانيه جزء ماذا؟ ولهذا بعد الأعزة هذا أنا سابقا أشر إلى بس فقط الآن حتى أشير. العلم في منظوره الجديد تأليف روبرت أغروس ترجمة دكتور كمال خلايلي صفحة 22. يقول بأنه كانت أنا هذا مش معلق عليها اقرأه مهم جدا في نظرية المعرفة. يقول فعملية القياس تحدث في وضع الإلكترون. يقول وهكذا استطاع العلم الحديث أن يرقي دور العالم أنا وأنت من كونه مراقب إلى كونه مشارك. وهكذا تمت ترقية المراقب ليصبح شنو؟ طبعا هذه مو قضية اعتبارية يعني جلسوا في مكان اتخذوا قرار، لا، اكتشفوا هذه الحقيقة أن العالم لكي يفهم العالم هو مراقب ومشاهد ومرآة أم ماذا؟ أم جزء من عملية الإدراك؟ ها جزء من عملية الإدراك، مو فقط توليد، جزء من عملية الإدراك بشكل عام. بعد وما أوحت به الفلسفة في غابر الأزمنة تبينه لنا اليوم ميكانيكا الكم. عجيب، ميكانيكا الكم شنو علاقتها بنظرة المعرفة؟ يقول لا، لأنه هاي الرؤية في الفيزياء لأنك جزء من عملية الإدراك سوف تفسر العالم تفسيرا شنو؟ آخر بقوة مثيرة. فعالمنا اليوم بطريقة غريبة عالم قائم على المشاركة. وهكذا أصبحت أصغر جسيمات المادة غير قابلة للتعريف بمعزل عن خيارات وأفعال المراقب الذي هو ضروري لا كشاهد فحسب بل كمشارك. هذا تمام الكلام أعزائي في الأصل الأول.